فلدينا على سبيل المثال النتل القريص، فهذا مصدر جميل وقوي. الكركم أيضا متوفر الآن كمكملات من لا يستطيع أن يعمل الوصفة. طبعا لا ننسى الزنك، 50 ميلي جرام أو من 30 إلى 50 ميلي جرام، ممتاز جدا في هذا السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. ماذا نفعل حين يصاب الرجل بتضخم البروستات؟ تضخم البروستات الحميد ذكرنا سابقا أنه يعتمد على العمر، بمعنى إذا كان العمر أقل من 40 سنة هناك نفس المظاهر، هناك تقطع في البول، هناك صحوة في الليل مرة واثنتين وثلاث وقد تكون أربع أو خمس مرات، وهذا طبعا يؤدي إلى ضجر ويؤدي إلى يعني تعب شديد. وحين نكون ما فوق 40 هناك نفس الظواهر، قد تكون أشد قليلا ولكنها هي نفس الشيء. الفرق بينهما في طريقة التعامل العلاجي والوصفة. إذا ماذا نفعل؟ إذا كنا أقل من 40 سنة فعلينا بأمر مهم جدا أولا، وهو عدم تناول المشروبات وتحديدا المنبهات ما يعني قبل النوم بحوالي 8 ساعات على الأقل. قبل موعد نومك 8 ساعات ممنوع المنبهات، ممنوع أي مصدر كافيين يدخل الجسم، ممنوع مصادر السوائل. حين نتكلم على مصادر السوائل ليس فقط ماء وعصير والمشروبات الأخرى سواء حارة أو عشبية، ولكن نتكلم على الفاكهة أيضا، لأن معظم الفاكهة تحتوي على نسبة مياه عالية، فمثلا الخيار به نسبة مياه عالية، البطيخ الرقي هذا فيه نسبة مياه عالية، كثير من البرتقال كذلك في نسبة مياه عالية وهكذا. إذن يجب يعني الحرص في هذا الموضوع جيدا. هذا ما نفعله رقم واحد. ما نفعله رقم اثنين هو ما قبل 40 سنة، معنى ذلك هناك التهاب في البروستات، وهذا نأخذ له اللي هو القريص ونأخذ له الزنك. اليوم إذا كانوا متوفرين بصورتهم الطبيعية أهلا وسهلا جيد، ولكن القريص هناك موسم فقط يعني منتصف مارس حتى منتصف شهر 4 أبريل فقط، من يعني هذا شهر 3 و4 هذا موسم القريص اللي فيه المواد الفعالة المسؤولة على هذه الأمور، تنظيف ومعالجة التهابات البروستات. وفي حال عدم وجود بعض من هذه المصادر الطبيعية من الممكن أن نلجأ للمكملات، فلدينا على سبيل المثال النتل القريص، فهذا مصدر جميل وقوي من مصادر المكملات. كذلك الكركم أيضا متوفر الآن كمكملات من لا يستطيع أن يعمل الوصفة، وهي نقع قطعة متوسطة الحجم من الكركم الطبيعي في كوب من الماء ويشربها في فترة الظهيرة بعد الغداء. كذلك طبعا لا ننسى الزنك، 50 ميلي جرام أو من 30 إلى 50 ميلي جرام، ممتاز جدا في هذا السياق، يكون كثير ممتاز. كده احنا هذه الوصفات كلها لكل من يعاني من التضخم في غدة البروستات ويكون عمره أقل من 40 سنة. أما ما بعد عمر 40 فهنا يكون لنا رؤية مختلفة، وإن كانت الأعراض هي متشابهة. فماذا يفعل إذا كان فوق 40 سنة؟ عليه بالبلميط المنشاري. البلميط المنشاري أيضا متوفر
بصورته الطبيعية، ومتوفر أيضا كمكمل غذائي، وعليه الاختيار ما بين الطريقتين. طبعا هل يستخدم الزنك أو الكريس أو الكركم؟ نعم يستطيع استخدامهم، بالعكس يعني يفضل استخدامهم حتى يسرع من عملية الارتياح. وأذكر بما هو الأهم من هذا كله، وهو الامتناع عن تناول المنبهات والسوائل في فترة أقل شيء 8 ساعات من قبل النوم. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.